في السوق وتحدثنا عن نتائج شركات البتروكيماويات اليوم التي تعلن عن نتائج تفوق التوقعات، من ضمنها سبكم تحولت إلى الربحية وحققت 411 مليون ريال بالمقارنة مع خسائر ب 53 مليون ريال قبل عام، وبالمقارنة مع التوقعات كانت عند 336 مليون ريال. والسهم يتفاعل بقوة مع هذه النتائج. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من الخبر عبد الله بن سيف السعدون الرئيس التنفيذي لسبكم. أستاذ عبد الله أهلا وسهلا بك، نتائج إيجابية وتحولت الشركة إلى ربحية، تتحدثون عن ارتفاع في أسعار المنتجات وأيضا الكميات المباعة، بالتالي أعطينا فكرة أوضح لو سمحت حول ذلك. صباح الخير أخت لارا، صباح الخير على جميع المشاهدين. الحمد لله نتائج الربع الأول من هذه السنة جيدة جدا وممتازة. السبب الرئيسي يعود لارتفاع الأسعار بشكل كبير في كثير من منتجاتنا. تراوح ارتفاعات الأسعار في بعض الأسعار وصلت إلى 70% تقريبا الزيادة. وأيضا كذلك عامل رئيسي آخر، بدأنا هذا العام نجري ثمار الاندماج، الآن لنا أكثر من 20 شهر الآن من اندماج شركة سبكم والصحراء. بدأت نتائج الاندماج نجنيها من هذا العام إن شاء الله. وكميات كمية المبيعات بكم ارتفعت؟ ارتفعت كمية المبيعات بالنسبة للربع الأول من العام الماضي، ارتفعت المبيعات أو الإيرادات تقريبا 44% بالنسبة للربع الأول من العام الماضي. لكن بالنسبة للربع الرابع من العام الماضي الإيرادات زادت بسبب زيادة الأسعار وليس بسبب زيادة الإنتاج. أنت عم تتحدث عن ارتفاعات وصلت بأسعار المنتجات حتى 70%، عن أي منتجات تحديداً عم نحكي؟ والله في 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 الانترميديت الأسيتيل برودكتس وصلت إلى 70%، الميثانول وهو أحد المنتجات الرئيسية تقريبا 30%، البوليمرز تقريبا 50% ارتفاع. وبرأيك هل هذه الارتفاعات مستمرة؟ يعني كيف الوضع عم بيكون بالربع الثاني؟ كيف برأيك رح يكون التعافي على الطلب؟ والله ما زال الطلب قوي، نتوقع في خلال الربع الثاني أو العقود الربع الثاني ما زالت ممتازة الأسعار. قد يطرأ عليها بعض الانخفاض من الربع الثالث، لكن الربع الثاني راح يكون الأسعار ما زالت جيدة. أستاذ عبد الله، أنتم الجزء الأساسي من منتجاتكم تصدر، عم نعرف نحكي عن بكرة الصبح، الجزء الأساسي من منتجاتكم عم بتصدر للخارج، 85% تقريبا من المنتجات تصدر إلى الخارج، والأسواق آسيا هي أسواق أساسية لديكم. أعطيني فكرة كم تشكل الأسواق الآسيوية، من هي الأسواق الأكبر لديكم وكيف كان الأداء في الفصل الأول؟ الأسواق أوروبا وآسيا والهند أسواق رئيسية، تقريبا أوروبا 40%، آسيا تقريبا 35%، ومع الهند تقريبا 20 إلى 25%. فمنتجاتنا تقريبا تغطي جميع الجلوبال. الشرق الأوسط يشمل تقريبا 20% مع السعودية وأفريقيا وتركيا. داخل المملكة نصدر فيما يقارب 15% منتجاتنا تستهلك داخل المملكة. أود التوقف عند المخصصات اللي أخذتوها، 260 مليون ريال تم أخذ مخصصات متعلقة بمعملين، بس ليه أخذتوا هالمخصصات وهل هي لمرة واحدة فقط؟ أحد استراتيجياتنا اللي بدأناها في نهاية العام الماضي اللي هي مراجعة جميع المصانع التي أرباحها منخفضة أو تكون خسائرها كثيرة. من ضمن المصانع هذه احنا أعلننا توقف مصنعين، مصنع الأفلام الإي بي إي في حايل ومصنع البي بي تي في الجبيل. أحد المخصصات اللي أخذناها في الربع الأول من ضمن المخصص مشروع البي بي تي 160 مليون،
مخصص عليه، وهذا راح يكون آخر مخصص على المشروع هذا. أيضا شركة العوازل الأسلاك الكهربائية حسب الامبيرمنت موديل أو الكاش المتوقع من 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 المصنع المنافسة الكبيرة راح يكون فيه خسائر، فأيضا أخذنا مخصص عليه تقريبا 100 مليون، ف 260 مليون مجموع المخصصات التي أخذت على المصنعين. ولا راح يكون في من خلال المصنعين هذه ما راح يكون في أي مخصصات مستقبلية من هول المصنعين، بس ممكن على مصانع أخرى. إذا مصانع أخرى إذا كان في المستقبل الكاش جنريشن راح يكون أقل، بس ما نتوقع. إحنا نراجع جميع المصانع الآن، واحد من البورتفوليو جميع المصانع التي تشكل خسائر. الآن إحنا وقفنا مصنعين، وأيضا ندرس بعض المصانع التي راح تكون لها خسائر مستقبلية، قد يكون فيها مخصصات أخرى لكن لا تكون بهذه المقدار. أستاذ عبدالله، دعني أختم مع برنامج شريك. أنتم من الشركات المشاركة في هذا البرنامج، ما هي الخطط؟ يعني متى بداية ما هي الأموال المرصودة الإضافية ضمن هذا البرنامج للإنفاق الداخلي؟ متى نتوقع ذلك؟ وأين سوف توزع هذه الأموال؟ أين سوف تستثمر؟ ممتاز، احنا فخورون جدا في مشاركتنا في برنامج شريك، احد ال 24 شركة الكبرى للاستثمار المستقبلي خلال العشر سنوات القادمة. نحن ندرس مع الوزارة مشكورة، عدة مشاريع استثمارات تزيد عن 25 مليار ريال في العشر سنوات القادمة. سبكم احد استراتيجياتها في التوسع، ولو شفت تاريخ سبكم في 20 سنة الماضية كانت استراتيجية التوسع طموحة جدا. احنا بنينا أكثر من 12 أو 13 مصنع خلال 20 سنة الماضية، معدل مصنع كل سنتين. أنجزنا اندماج الأول من نوعه في المملكة بين شركتين متزوجتين سبكم الصحراء. فالتوسع والنمو أحد الاستراتيجيات الرئيسية في سبكم. المرحلة الأولى راح يكون برنامج شريك سنة 25 إن شاء الله، في 2025 متوقع الاستثمارات ما يصل على 25 مليار ريال للمشاريع. ندرس الآن ونناقش المشاريع مع وزارة الطاقة إن شاء الله، والجدول الزمالي راح يكون حسب نهاية الاتفاقيات ونهاية المناقشات إن شاء الله. أيضا في التوسع لو سمحتي لي، وقعنا احنا استراتيجية أو وقعنا اتفاقية مع شركة لندي للتوسع في قطاع آخر غير البتروكيماويات، وهو قطاع الغازات الصناعية، وأيضا استثمار في الطاقة النظيفة من خلال الهيدروجين الأزرق. الآن عندنا اتفاقية مع شركة لندي لتطوير مشاريع في الغازات الصناعية والهيدروجين الأزرق إن شاء الله في المملكة، وهذا راح تكون قريبا إن شاء الله. بس بشكل سريع، هل هذا سوف يؤثر على توزيعاتكم النقدية؟ سوف تخفض التوزيعات أو ما أيضا تزيلوها؟ شيء طبيعي. إحنا أن في سياسات توزيع الأرباح موجودة مقررة من مجلس الإدارة، وتأخذ في الاعتبار دائما سياسة توزيع الأرباح تأخذ في الاعتبار ثلاثة أشياء: توزيع الأرباح، استدامة توزيع الأرباح، النمو المستقبلي، وأيضا تخفيض الدين للشركة. فالنواحي الثلاث هذه دائما متوازنه في سياسه توزيع الارباح. قد تقل الارباح في المستقبل مع التوسع، لكن لن تقف ان شاء الله. شكرا لك عبد الله السعدون، الرئيس التنفيذي لسبكم، شكرا جزيلا لك.